السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة سمنان للنواعم. اليوم جينا بمملحات سهلة سريعة من وصفات رمضان إن شاء الله اللي راهو على الأبواب. مملحات طريقة سهلة بسيطة وبدون اختمار، ويوجد معكم في وقت قصير. كما راكم تشوفوا ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناة على المواصلة. مباشرة راح نوجدوا الحشو تاعنا. هنا عندي في مقلاة حطيت كمية من الزيت، راح نزيد كمية من السمن باش الحشو تاعنا يجي بنين. هنا عندي بصل، عندي فلفل أخضر أنواع. هنا راح نحطوا البصل بعد ما تسخن الزيت تاعنا، نحطوا كمية البصل مع الفلفل، ورايحين نضيفوا عليها البهارات اللي هي ملح، فلفل أسود، رشة فقط من الكركم، وشوية بابريكا واللي هو العكري، مع شوية حار. هنا تقدروا ديروا اي بهارات انتم تحبوا تديروها، يعني البهارات رايحين يبقاو لكم اختياري. راح نخلطوا كل مكونات هذه مع بعض. هنا ما راحش نضيف الطماطم المصبره لانه العكري تاعي ديجا يحمر، راح نخلي غير هذه البهارات، وما نساوش طبيعه الحال الملح. راح نغطيو عليها ونخليو الشكشوكه تاعنا هذه حتى تذبل، حتى تطيب كليا. من جهه اخرى بعد ما طابت الشكشوكه تاعنا، هنا تقدروا توقفوا في هذه المرحله، كما تقدروا تضيفوا شويه دجاج مفروم. هنا كان عندي حوالي ربع صدر دجاج كنت طيبته وحده ورحيته في لاشواغ تاعي، وراح نضيفه من فوق، يعني يبقى لكم اختياري. هنا تقدروا تضيفوا الدجاج المفروم، الطون، يعني الاضافات اللي حبيتوا، ولا تضيفوا جبن طري ولا جبن ابيض، تضيفوه فقط. راح نضيفوا كميه من المعدنوس ويكون الحشو تاعنا واجد. من جهه اخرى راح يروحوا للعجين. راح عندنا كاسين من الفرينه او الطحين الابيض، راح تاخذوا معاكم حتى الكاسين ونصف على حساب نوعيه الفرينه، كاس من الحليب الدافئ، 3 ملاعق كبيره من الزيت، جبن مثلثات، ملعقه صغيره من خميره الحلويات، ملعقه صغيره ملح، ملعقه صغيره مملوءه جديدا خميره الخبز، وملعقه صغيره سكر. الملعقه الصغيره هذه اللي راكم تشوفوا فيها، ما تكونش صغيره كامل تاع القهوه، وما تكونش الملعقه الكبيره. وعندنا بياض بيضه. الصفار راح نخليوها للاخير. اول حاجه راح نديروها نغربلوا الفرينه تاعنا عده مرات. هنا كل ما غربلتوا الفرينه تاعكم اكثر، كل ما العجينه تاعكم راح تجي خفيفه. بالنسبه لي هنا غربلتها مرتين فقط. وراح نبداو في خليط العجين. راح نجيبوا الغيسيبيون او الاناء، نحطوا كاس من الحليب الدافئ، الكاس المستعمل 240 مللتر. راح نضيفوا عليه خميره الخبز والسكر، الجبن. هنا سواء تستعملوا جبن مثلثات ولا جبن طري اللي يكون تختيني للطلا كيما تحبوا. بياض بيضه، وراح نضيفوا 3 ملاعق كبيره من الزيت. راح نخلطوا كل المكونات هذه سواء بالمضرب اليدوي ولا باليد، ولا تستعملوا احسن حاجه اذا كان متوفر عندكم البرا، يعني البرا راح يعطيكم قوام احسن ويخلي العجينه تاعكم تجي خفيفه. بعد ما وجد معنا الخليط كيما راكم تشوفوا الفقاعات اللي راهي فيه، راح نبداو نضيفوا النواشف، نبداو نضيفوا الفرينه تدريجيا. راح نضيفوا معها الملح وملعقه صغيره خميره الحلويات، اي ما يعادل 5 غرام من خميره الحلويات، ونبداو نلموا العجينه تاعنا تدريجيا. هنا كيما قلت لكم ماشي لازم تستعملوا البرا، بيديكم فقط تقدروا تحصلوا على عجينه طريه والجبن تاعكم يذوب. هنا لازم تحصلوا على عجينه تكون مازالها تتلاصق في يدينا. شوفوا العجينه كيفاش راح تكون، ما تكونش عجينه ناشفه، تكون تتلاصق في يدينا. راح نديروا كميه من الزيت في يدينا، ونخبطوا العجينه بهذه الطريقه حتى تولي عجينه ملسه. ما ديروش كميه زيت بكميات كبيره، فقط قسمة تتسقش العجينه تاعكم في اليد. هذا هو شكل قوام العجينه حيكون معنا، تكون عجينه ملسه. هذه الكميه راح تخرج لكم كميه ما شاء الله، يعني راح تخرج كميه كبيره. راح نغطيوها ونخليوها ترتاح 10 دقائق فقط، يعني ما نحتاجوش العجينه تخمر، نحتاجوها تريح فقط 10 دقائق. هنا بعد ما فاتوا عليها 10 دقائق راح نبداو نفتحوا العجينه تاعنا. كما قلت لكم ما نحتاجوش العجينه تختمر، خلوها فقط تريح. نديرو كميه من الفرينه، ما نكثروش كميه الفرينه كي نجيو نفتحوا العجين، قسم العجين ما تلصقش فقط.
ونبداو نفتحوا العجينه تاعنا. سمك العجين يكون رقيق، هنا كل ما فتحتوا العجينه تاعكم رقيقه كل ما كانت احسن. هنا بالنسبه للحشو راح يبقى لكم اختياري، تقدر ديروا شكشوكه كيما اللي درتها، تقدر ديروا البصل، تقدر ديروا الجبن والمعدنوس، تقدروا ديروا يعني الداخل في الحشو ديروا الشيء المتوفر عندكم. هنا راح نجيب هذا الاطار وراح نقطع به على شكل دوائر. هنا اللي راح تخرج لي حبات متوسطه الحجم، يعني احسن من اللي نديروهم حبات كبار. ورايحين نحطوا الحشو في المنتصف. هكذا حتى نكملوا كل الكميه ونغلقوا الحشو تاعنا. هنا سواء ديروهم مثلثات سواء ديروهم كما درتهم انا. وراح نضيفوا كميه من الجبن المبشور اختياري كذلك، ما تكثروش كميه الجبن المبشور، خاصه اذا كان الفرماج تاعكم يذوب ما تكثروش الكميه، لانه لو كان ديروا كميه كبيره من الجبن راح الحبه تاعكم راح تتفتح، يعني ديروا كميات قليله فقط من الجبن. ونغلقوا الحبه تاعنا هكذا بهذه الطريقه ونتحصلوا على الخبيزات تاعنا ولا المملحات تاعنا. هكذا حتى نكملوا كل الكميه اللي عندنا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناه على المواصله. في هذا الاثناء نكون سخنا الفرن، درجه الحراره تكون 200 درجه يعني اعلى درجه. بعد ما كملنا كل الكميه تاعنا، هنا عندي صفر حبه بيض مع القليل من القهوه وشويه ملح والقليل من الحليب ماشي الملح. درت صفر البيض مع الحليب والقهوه، راح نزينه من فوق تزيين بسيط. هنا درت الجلجلان، تقدروا ديروا سمسم كيما ما تقدروا ما ديروا والو، يعني البذور اللي تجي من فوق اختياري. كما قلت لكم درجه حراره الفرن 200 درجه، مباشره راح ندخلوها للفرن ونتلاقاو نشوفوها في صحن التقديم. هذا هو شكل المملحات تاعنا لنهار اليوم، سهلة سريعة بسيطة وبمقادير متوفرة في كل بيت ان شاء الله. ان شاء الله تعجبكم الوصفة، راح نشوفوها من الداخل كيفاش تجي، راح تجي خفيفة وفارغة من الداخل من اروع ما يكون. شوفوا كيفاش راح تجي فارغة من الداخل، واهم حاجة ان المملحات تاعنا تجينا خفيفة. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناه على المواصله. واذا جربتوا الوصفه خلينا رايكم في التعليقات اسفل الفيديو. اذا حبيتوا اي وصفه كذلك خلينا رايكم في التعليقات اسفل الفيديو. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والى الملتقى.